وحدات التمهيد الناري تدك تجمعات الإرهابيين. عناصر مشاة الجيش العربي السوري يقتحمون التحصينات والمواقع. إرهابيون يقتلون وآخرون يولون الأدبار. بهذه الكلمات يمكن وصف حال المشهد الميداني في حرست اليوم، والذي انتهى مع سيطرة بواسلنا على كامل التلال المشرفة على الخطة الشرقية. هذه هي التلال التي غالت المجموعات الإرهابية في أوهامها وظنت أن من خلالها تستطيع السيطرة على طريقي حمص دمشق عبر حرستا وعبر التل، إلا أن رجال الجيش العربي السوري كانوا لهم بالمرصاد وتمكنوا من استعادة كامل هذه التلال. ما يزال رجال الجيش العربي السوري يلاحقون حلول المجموعات الإرهابية الهاربة إلى خلف هذه السفوح باتجاه أوتوستراد حرستا. يلا تقدم تقدم يا لم يجدي الإرهابيين نفعا تسخيرهم جل إمكاناتهم للسيطرة على هذه التلال الحاكمة، كما لم يجدهم نفعا استماتتهم في القتال للبقاء فيها. معارك شرسة خاضها بواسلنا هنا أسفرت عن القضاء على أعداد من الإرهابيين ودحر من تبقى منهم. أول ما طلعوا احنا ضربنا عليهم، خبرونا دغري. لم يمضي وقت طويل حتى تمكن بواسلنا من استعادة زمام المبادرة وتأمين المنطقة وإعادة الأمور إلى سابق عهدها، تمهيدا لمواصلة التقدم واستمرار العمليات القتالية وملاحقة الإرهابيين في المناطق المجاورة. مراسل الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري حرستا ريف دمشق.